من الخرطوم تنضم إلينا مراسلة الغد عفراء فتح الرحمن. إذن عفراء، كيف تبدو ردود الفعل الرسمية تجاه هذا الإعفاء من الديون؟ نهار سعيد. اليوم بشر السيد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم الشعب السوداني عبر حسابه في تويتر متحدثا عن إعفاء 14.1 مليار دولار من ديون السودان على نادي باريس، وتبقى 9.5 مليار دولار. قال إنه سوف تتم جدولة هذه الديون. والجدير بالذكر أن الخطاب الذي بشر بإعفاء الديون هو خطاب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في عشية 29 من شهر يونيو الماضي، إذ أنه تحدث عن إعفاء 50 مليار دولار من ديون السودان البالغة 60 مليار دولار، وذلك تحديدا بعد أن وصل السودان إلى نقطة القرار وبعد دفعه 3 مليار دولار للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك صندوق التنمية الاجتماعية الإفريقي أو صندوق التنمية الإفريقي على وجه التحديد. بعد ذلك تحدث أن السودان قد حصل على نسبة 40% من الدعومات المقدمة لمجموع دول الهبك. إذن السودان مقبل على مرحلة مختلفة بعد أن قام بتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القاضية برفع الدعم الحكومي عن السلع الرئيسة مثل الوقود والقمح وما إلى ذلك، كذلك بتعويم الجنيه السوداني أو توحيد سعر الصرف ما بين الجنيه والدولار في القطاعين العام والخاص. طيب، على العموم الشعب السوداني حتى الآن كيف يمكن أن يساعد هذا الإعفاء تعافي الاقتصاد السوداني من جديد، وربما يعني في مسألة التقدم الاقتصادي الذي يمكن أن يحرزه السودان في هذه المسألة، كيف يمكن أن يؤثر على ذلك؟ هذا الأمر سيؤثر ولكنه على المدى البعيد ليس في الوقت القريب. سيؤثر لأن هذه الأموال التي سوف تدفع إلى الخارج سوف تستثمر في تنمية البنى التحتية في قطاعات الكهرباء والتعليم، كما ذكر ذلك رئيس الوزراء في خطابه الشهير عشية 29 يونيو الفائت. إلا أن هذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما هو معلوم أن هذه الديون الضخمة البالغة 60 مليار دولار ليست هي جميعها ديون، هنالك نسبة كبيرة جدا من هذه الديون هي فوائد متراكمة، لأن هذه الديون يعني كانت عبر الحكومات المتعاقبة في تاريخ السودان ربما بعد الاستقلال بقليل. وحتى الآن الشعب السوداني اليوم هو يشكو من ضوائق معيشية كثيرة جدا، ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الخبز، انعدام التيار الكهربائي، انعدام الأدوية الضرورية وبعض الأدوية المنقذة للحياة، ولكن يتم تطمينه وتصبيره من قبل حكومة الفترة الانتقالية بأنها تحتاج للمزيد من الصبر وبأن تفعيل القرارات الاقتصادية الجديدة ستؤتي أكلها ولو بعد حين. شكرا جزيلا لك عفراء فتح الرحمن مراسلة الغد، كنت معنا من الخرطوم.